كاش كي كي في لعب كيلعب مع اجاكس لعبات العام تشامبيونز ليغ، لعب مزيان مع ريال على يوفنتوس وبايرن ميونخ. ايوا دابا لعب هاد النهار مع المغرب، ايوا نشوفوا واش غايدير هاد النهار. تما ادريسي كيسكن في هولندا، كيسكن في امستردام، كيلعب مع ازاد الكمار، وهذه اول مره كيلعب مع المغرب، وان شاء الله ثاني مره وان شاء الله غادي يلعب هاد النهار. هو ترانكيل، هو الى غيمشي تريني كيفوكس على ترينينغ، وكي وما كي ما كي كينعس بكري، وكي وعنده كي ياكل مزيان، وكيعجبو يلعب كره. ايوا نشوفوا ان شاء الله هذا النهار واش غادي يلعب. الدري كيلعب مع هولندا مع المنتخبات، يعني انت الشباب كله لعب. وفي نفس المساله هل طرح السؤال، كان من الاختيار يعني كان صعب، فهمت؟ يعني انسان ترعرع في هولندا، خلق في هولندا، وعنده تجارب كذلك في المنتخب الشبان، والحمد لله وفق الله سبحانه وتعالى واختار المغرب، وحنا فرحانين باللي اختار المغرب، ونتمنى ان شاء الله باش يهز العالم ديال المغرب. وهو الحمد لله يعني ولد طيب، عنده خلق حميد الحمد لله، عنده تربيه اسلاميه، يتكلم لغه اللهجه المغربيه، العربيه صعبا بعض المرات، والحمد لله هو يعني عنده اهتمام ويقوم بالتدريب، وكل مساله تاخذها بجديه يعني. ونتمنى ان شاء الله اليوم ربما يعطي المدرب فرصه حتى يلعب ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله المغرب حد سعيد، لان المغرب احنا ان شاء الله كنشجعوا المغرب، وجينا من هولندا والاخوان جاوا فرنسا، وحنا ان شاء الله نساندوا المغرب ونبقى معهم حتى اخر المطاف.